أعزائي المشاهدين ومستمعين إذاعة مصر المستقلة في برنامجكم الرمضانيات، واليوم كمان نحن يعني معنا ضيف كبير والاسم المعروف باسم جونيشو، وده كمان من الشيوخ كان عاشوا في المملكة وعاشوا في أنجمينة هنا، وعلم كان نقل في أي مكان على الفيسبوك أو تلقى يعني دعوة باللغة المحلية المعروف باللغة كانيبو أو محلية باللغة القرآن أو باللغة العرب. وكمان عليهم في رمضان يعني عندنا شيء كثير قد بحصل في رمضان، واليوم كمان عندنا تقريبا 3 أو 4 أسئلة يقدر بيجاوبنا الشيخ جونيشو. السؤال الأول، عندنا في الشات كثير من المسلمين وشابنا جمينا وشابنا الشات عامة، كان رمضان جاي يعني المسكين هو خلاص حزنان وتعبان، شنو سبب يخليه يكون حزنان وتعبان؟ وبعدها نلقى الإخوان التجار فرحانين، الإخوان التجار شنو فرحانين، ونلقى حكومة كمان شنو نايم، يعني شنو السبب ده كله بيجيبه؟ ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، نلقى يعني كثير هلال دخول الرمضان يعني تلقى يعني وتا كله كويس، مرة مراجل يعني بيت ما عنده مشاكل، لكن كان جينا في فترة أنا أشهر الأواخر نلقى شنو المشكلة الكبير بين المرأة والراجل. سمعنا كلام ده؟ بعد ما خلاص الراجل بيشيل له شيء بسيط، مش الألف ألفين أربعة ألف خمسة ألف، ينتهي لمرته أمشي بيه لك لفاية توب، يقول لي أنا خدام وأنا أقول نخدم لك مدة 20 وكم يوم كل كي قاعد في الأداء التعب وعطشان، تجيبها تنتهي له ألف ألفين أمشي بيه لفاية ده، نمشي بينا تمر وتمشي بيتهم، والراجل كمان يدينا يابس وصرف الريال كل كي في رمضان، وفي الأخير شنو في شهر الخير والبركة وانزل في القرآن الكريم ويقى شنو الطلاق، يقى الطلاق ده يعني شيء غريب وعجيب وحاصل حاصل عليهم حاصل. أمشي لجنة الإسلامية تلقوا أكثر من الأوين شنو يعني شنو بدوروا طلاق وقالين تلقوهم في شهر الكريم. والسؤال الثالث، النسبان، النسبان أنت كان وقت زمان يديرك لاهك كل ما دخل رمضان تودي لهم شنو المأكولات والمشروبات هنا رمضان اللي كان يكون صعب، وخلاص جينا في أواخر هنا رمضان تفتش لهم لباس وحاجات تدي لنصبانك تقريبا 10 سنة 20 سنة، لكن في فترة مرة يجي شيء ده كان انت خلاص ما قدر سويته في بداية رمضان ولا في نهاية رمضان، بعدين الأم تنادي لبيتها يا بيتي أنت راجلك شنو سنة سنة ده ولا جابت لين ولا جاب لنا شيء من المأكولات ولا جاب لنا شيء داكويت كل قريب، ولا انا كل ما نعرفه هي الامر تعالي في بيت البنت تشيل لها هما تمشي تقول ما هي انا الراجل مسكين يجي انت فلان وين فلان مكان ماشي وقاعد تنادي بالتليفون السلام عليكم سلام انت مالك هي انا ناداني يو ناداني شنو انا جامع يوم يومين مرداني وما مرداني هاي دور تسافر ما دور تسافر عندك قدره ما عندنا قدره ها مالا قال جامع ما بس يعني معناته شنو خلاص عشان البني تخلي البيت تم تقول ما هي انا لا التعيد ما هي انا والراجل في الاخير ده جاي في بيته عنده يال او ما عنده يال وخلاص جاي قدره ما في، وده كله شنو بيسبب مشاكل انا طلاق في رمضان الكريم. اول شيء نمشي هناك للشيخ ومان الشيخ قدر يوديه لنا الثلاثه الاسئله اللي كان حاليا الموجود في عصمه الجميع. اول شيء شنو نقول مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مصطفى وجميع، نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة النصر ومن كانوا معهم متعاونين والمؤسس وجميعا يعني سلامي تحياتي ما لا نهاية، جزاكم الله خير. هذا شهر المبارك، السؤال الأول سؤال وجيه يعني كيف نستقبل هذا الشهر، ومنا من يستقبله بالحزن ومنا من يستقبله بالفرح ومنا من يستقبله غير ذلك، بين نعم. ذلك بين هذا وهذا نعم. والأول أن نعرف أن هذا الشهر شهر مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك شهر مبارك، أولا نستقبل نعرف جميعا أن هذا شهر مبارك، لكن كيف نستقبله كما ذكر في السؤال. إن الناس يختلفون في هذا المجال اختلاف كثير، خلينا نقول بالدارجية الناس ده يجوا يتقسموا في رمضان ده عجيب جدا. ناس وايدين فرحانين، ناس وايدين حزنانين،
ناس وايدين تتلقى لا هذا ولا هذا ساكد ما تعرف موقفه كيف ما وعده وما ما تعرف تقول شنو. اولا ما له الناس اللي يستقبلوا شهر الكريم ده زعلانين ده ما له. اول شيء اكونومي اقتصاد همهم كثيرين كله المال. يقول انا ما عندنا شيء ما عندنا قلة ما عندنا دخن ما عندنا ما عندنا ما عندنا ده هزنانين مرة واي هزنان شديد شهر ده. يقولوا كيف يعني ما عندنا شيء؟ لا لا لا. أولا نبي عليه الصلاة والسلام قال يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. هذا شهر أنت شيء ما تتوقع كله الله عنده. والنساء والرجال سواسية كلهم سوا، ما في ديفرنس تقول ده الشهر ده خير للرجل ولا شهر ده خير للمرأة. مبارك نبي قال ده كلمة عامة لجميع الناس. ونحن لما نجي نستقبل نلقاو ناس الهزنانين أغلبهم إلا ما رحم ربي شد عندنا جوهر ما عندنا كلمة ما في كهرباء ناس تعبانين جوهر. ارجع شوف قبل رمضان يومين كده الله سوى شنو في هذا خاصة ديميل بن تروى ده. قبل رمضان ده الله شهر ثلاثة ده سوى كأنه شهر ثمانية نزل ده ياتو سوى الله سوى. لكن زمان في شهر ثلاثة في علمي ما في علمي ما في علمي لكن يفعل ما يشاء. الأرض جو السماء ده الدنيا كله لو لما ما يقوى يبردوا إلا الله. الله ده أمس برد لنا شهر المبارك قبل بيومين وجينا دخلنا كأننا في شهر 8 شهر 9 وعشنا وبريمير رمضان كله بعافية مشى ديزم كله بعافية مشى ترازم داني ناس قاعدين ما الله ما نعرف فاعل وشنو يسوي ما نعرفه. لكن نتوقع حسن الظن عندنا لله يكون طيب. قبل رمضان كلنا اليوم شهر 3 حرب انت هزنات زي السماء كله الله غير ده في بيت مصروف انا مصطفى الله ما ينتيك عجيب والله مصروف ده شغله تاكل وتشرب ده الله ينتيك يا تكل. انا رسالتي للجميع خلي قلبك فرحان لان الله ضمن علينا رزقنا قبل ان يخلقنا. هل يعجز الله ان ياتينا بعد ما خلقنا؟ مستحيل. نحن قبل ان في بطن امهاتنا ربنا رزقنا قاعدين ناكل ونشرب الى ان مرقنا. دونك شغل نوري لإخواني الناس من أجل المادة من أجل المال من أجل المصروف. الرجل أيها الرجل أنت ما تأخذ الهم. قال يا باقي الخير أنت تدور خير سيد نبنا الرسول قال يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أكسر. ده أنت ما دام تريد خير تأكل وتشرب وتربي إيالك ده ده شيل الهم ده من راسك. الله يفتح لك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ما الله يفتح ده لا شك أننا الله عز وجل يفتح لنا. النسبان ما النساء ما له النساء يقولوا أنين فلانة عند فطورة ديل أنا ما عندي فطورة ديل فلانة عنده بيتهم فلانة. المقارنة أكبر أدو للنفس. ما تقارن نفسك مع أي أحد أسوأ شيء. ما لا نقول كلام ده. المقارنة ده يكون عندك أسوأ شيء تشيله وعند أجمل شيء تجي تقارنه وأنت خلاص تموت. ما تقارن نفسك مع أي شيء. كل الله خلق قل كل يعمل على شاكلتي. خلينا أنت طريقة حقك شوفها. بيت فلانة دول عندهم يعني هنا ما عندنا زوجة رجل جابة رجلي ما جابة لي دك شيلوا من رأسكم نهائيا. الله عز وجل أصابي اليد شوف كيف مختلفة مختلفة ولا لا مختلف. قصيرة وطويلة والوسط ذاكري الله خلقنا كده. نعم ما كلنا سوا. ما تقارن فلانة دول عندهم ثلاجة وعندهم فرقوة وعنينة ما لا ما لمك. الله هنا ما قدر ده قدر كل واحد ينتج شيء. وما ترهق الرجل كده تقتله عنينة ندوره جيبوا لنا سنة ده ثلاجة جديدة سنة ده ترموز جديدة فراش جديد. انت يا أختي بقيت جديدة ولا في مكانك المثالي؟ اه هي قديمة زي. ما قديمة قديمة ما قديمة مصطفى خلينا نداوش معها ما قديمة. لو هي بقي قديمة نجيب له أشياء قديمة كلها. ما هي سوت شنو ملابس لبست وحطت الحنة وبقي جديدة
شوي. أنينا كله خلينا نجيب أشياءنا قديمة عندنا نغسل نعدلها، وبعد ذلك لو عندنا مقدرة نزيد ما نرى كل سنة نغير ده كيف يبقى. لكن لو تدور كل سنة نغير خليه كله كل سنة تقوم كلاسكو صغيرة ونجي خلاص. أنتوا تدوروا ده كلام تدوروا ده بس ما ده بس لكن كلاسكو بطن فيها ما في ده في الجنة بس إنا إن شاء لهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. دائما ترى حتى أختي الموجودة في الدنيا يوم القيامة مجرد تقوم لك الأسكوب بكر تمام كل النساء. وبذلك عنينا شغلنا كله ما نجي نتلف نقول ندور جديد كاسة جديدة كاسة نشاي جديدة تابي جديدة فرش جديدة وترهق الرجل كل شيء. انت وقودي في بيتك أحمد ربك واحد انت شغل أسا عندك ترموز ده واحد ما عندك تلموز والله قاسي انت عندك شيء ناس تانين ما عندهم ده نحمد ربنا ونشكر ونقول شهر المبارك ده ما تاخذي هم يا اختي في الله. نقول لك الكلام ده اسمعي لو ما عندك كله الله يعطيك لو ما تعرف كله الله يجيب. ناس كثيرين داخلين رمضان ما عندهم رسول الله عندهم في وسط الشوال عندهم خمسه سته يا تجابه ما هم الله جابه والرجل ذاته ما يعرفه. ناس كثيرين ما عندهم شيء يدخلوا رمضان الله يفتح لهم بشهر المبارك خيرات كثيرة. أنينا هم الأكل والشرب ده نخلي وشيء ثاني أنا دا جسمي تعبانة عندي مريضة وحرنا لا 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 أنت شهر ده شهر دعاء مستجاب تعرفه ولا لا مصطفى عند فطره الدعاء دعوة لا ترد دعوة مستجابة موجودة. انت لو تابعنا منها هسه بس اسألي الله ربنا جل وعلا يسهل لك امورك الله يرفع عنك الفقر يرفع عنك الحجر يرفع عنك كل شيء. شهر ده شهرنا الدعاء شهر مبارك. نبي قال اعظم شيء في هذا شهر تعرف يا مصطفى تفتح ابواب الجنات. اذا كان الله يفتح ابواب الجنات حبيبي افا ابواب الرزق صعب والله ما صعب. الله ما دام يفتح لنا أبواب الرحمة كبيرة أكبر شيء إنهنا مسلم يعرف الجنة. الله إذا كان يفتح باب الجنة باب الرزق لقمة لقمتين ده ما صعب أبدا. أولا نقول لأخواتنا استقبلوها بقلب رحب مبسوط فرحان ما عندك شيء كأنك هجل نفسك عندك كل شيء. وما دام الله أعطاك الإسلام أنت مسلمة ما في شيء ثاني صعب. ونستقبله بهذا الفرح الشديد ثم لا نرهق الرجال ولا نضغط الرجال ولا نقول لهم رجال سووا لنا سووا لنا نسكت شيء الجابة الرجل. لأن أنت لما تدغي الرجل يكون يقع في مصائب ثاني تعرفين ممكن يروح يصرف المال قوي ويمكن يروح يقتل المال ده مير قوي. انت يا اختي في البيت تنصحي الرجل كان السلفية تعرف يعني مرأة النساء سابقات والصحابيات وغيره من السلف اذا كان الرجل اراد ان يخرج من البيت يمسكون بلسان بملابسه يقولون نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار لا تطعمنا حراما شوف كده يقولون. والنساء حقنا اليوم شنو؟ امين. المايند ده بس المايند بس سي. الرجل ما عنده ده سي. دنيتنا دي ما عندك بس ما نعرف لو عندك ده شنو كله يبقى عليك. والرجل ينتفخ هنا ويقوم يمر بزعلان باي طريقه يجيب لكم سبب من المراه. أخي أختي في الله أنصحك لوجه الله عز وجل لا تفعلوا الأشياء دي. قولوا أسقينا حلالا أطعمنا حلالا دنقلوا. ثم بعد ذلك هنا لما ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني نلقى أكثر من التجار الموجودين في أسمان جمينا والتجار القاعدين في كل المناطق يعني كان رمضان جاي من فرحانين يبتاكو هلو لي ما خلاص يعني شنو شغل اللي بخلي بتاك شنو سبب بخلي بتاك عجيب نحن من العجائب قلنا لك واحدين حزنانين وواحدين فرحانين التجار الجشع أيوة. وطلب المال يا هم تعرف شنو لو جاء بس يرفعوا بري ايوه يقول خلاص شهر رمضان جاء قبل رمضان ثلاثة شهر شهرين ده بدأ كله يكدسوا يجمو يخطوا في المخزن يقول خلاص جاء رمضان بكرة رمضان يضحك بعد أم باكر ولا بعد أم باكر لكي يرفع ويأكل ظهر الناس. والله إن شهر المبارك جاء أنت ترحم المسلمين وليس تعذب المسلمين
وانت تعطي للناس وليس تمنع للناس. نعم. وانت ترحم من في الارض ولا تعذب من في الارض. نعم. النبي قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والنبي قال الراحمون يرحمهم الله. نعم. التجارنا من المفروض يكون هؤلاء هم الذين يرحمون هم الذين يؤتون ما نفرح لان انت لو ما الشغل النادم الجاء اشترده ولا عمك ولا ابن عمك ولا قريبك ولا خالك ولا جدك ولا جدتك ناس اللي يشتروه انت تعطيه بزياده ده لابد واحد منا يقرب من اقربائه ضريت نفسك قبل ان تضر الاخرين. وبذلك نحن نتو دائما يكوننا نحن نقول كيف نرخص الاسعار كيف ننزل البريم انا اربع نحن تجار خلاص فرحانين جاء رمضان نكسب لا 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 قل جاء رمضان ايها التاجر كيف نفعل الخير كيف نساعد الناس كما قال الرئيس في بعض خطاباته كيف نرحم المسلمين الضعيف يوقف مع القوي يوقف مع الضعيف الغني يوقف مع الفقير والعند يوقف مع ما عنده نساعد الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا كان انا نرفع الاسعار دي هل تعاون على البر والتقوى انت بس اشرف مصطفى انا ما نكلم الدليل انت تعرفه كده وبذلك ترفع الاسعار ومن اجل غلاء الاسعار لو ترحم لو تفرح هذه مصيبه. النبي عليه الصلاه والسلام ان الله هو المسعر السعر ده يرفع وينزل ده شغلنا ده عم ربي يفعل ما يشاء ده في جل وعلا. وبذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما اشتغل قال ان الله هو المسعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان التجار السابقين تاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يرفع درجة التاجر الأمين الصادق. التجار كان لهم يعني صولة وجولة في شهر رمضان المبارك كان شوف في بعض الدول الإسلامية شوف التجار إكزامبل واحد ناتج مثلا السعودية التجار الكبار المعروفين كبار ينزل في رمضان يشيل التمر جنب الحرم واصحاب الملياردير مو ناس كاينين هم ناس واقفين يوزعوا للناس ينتوا للناس نادم اللي ينتي للناس ولا يرفع بري ما هو ذاته ترى يدور الخير الشهر الكبير تعرف اجرنا في رمضان ده كما قال ابو امام الزهري كما قال ابو بكر بن يعني مريم وغيره من العلماء كل فعل الخير في شهر رمضان ألف يوم واحد من رمضان خير من ألف يوم في سوى من فيما سواه. إمام الزهري كذلك قال يعني النفقة في رمضان تعدل نفقة جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله ركعتين في رمضان خير يعني من ألف ركعة فيما سواه يوم في رمضان كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارض. يعني شوف أشياء تضاف هنا يا أيها التجار الإخواننا وأبناءنا وزملائنا وأصدقائنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. أنا أتمنى من الله عز وجل وأرجو من إخوان التجار كل واحد تاجر جار بيت جار تاجر يعطوه كسوة واحد تصدقوا أنفقوا في سبيل الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله بس يخلف لك. وبذلك ما تفرحوا لأننا نفرح لكي ننزل الأسعار ده أنا معه لكن كون نفرح نرفع الأسعار ونتلى على يعني ظهور المساكين والغلبة والتعبانين لا نقول لكم لا افرحوا بقدوم شهر رمضان لكي يكونوا تصلي وتصوم وتهجد ده الفرحة المكان المكروه. أما كونوا نرفع الأسعار ونرفع بري ونكسب ونفرح أنت تمشي العمرة تدور خير ولا لا؟ هذا نعمة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة معي أو تعدل حج ده الله أنت تمشي ده. هنا كله أنفي وهنا كله أمشي تمشي ده شغل مطلوب. نرجو من إخواننا يفهمون تماما العمر في رمضان الله يبارك فيكم الماشين ده ما تنسوا الدعاء لنا وللدولة وللإخوان والأهل وكذلك إنفاق في سبيل الله برضو ما تنسوا أمشوا العمرة مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر
الله والذنوب الاثنين كلها يعني ده شيء طيب. ثم ثانيا انت الله عندك جارك ما عنده شيء ما تفكر، ولو ربنا قادر ينزلك انت مكان الجار والجار يرفع ترى وتلك الايام نداولها بين الناس، الدنيا مداولة يعني ما يكون كامل الإيمان حب لأخيك ما تحبه لنفسك. أنت تحب لنفسك الله يعطيك حب لأخيك، أنت تحب لنفسك الله يرزق حب لأخيك، أنت تحب لنفسك ما تنام جوعا أخوك. كل شيء الله عز وجل قدر في هذه الدنيا، الدنيا دار ممر نمر ولا نستقر فيها إلا دار يعني عابر السبيل. وبذلك ننصح لإخواننا التجار أن يرفعوا الأسعار وأن ينزل الأسعار وأن يرحم المساكين والفقراء والضعفاء والغلبة والذين لا يملكون شيء. شكرا. وشيخ قوني بعدين في جو رمضان يعني نحن نقول شنو ناس قبل رمضان بيتزوجوا، والزواج كمان يقولوا لي ليه بني ده زواج بدوك بيت لكن انت بقيت مرة انا مديدي ده واحد. وتاني شيء يعني في نفس الرمضان بقى تلاق لمشكلة عن اللفاي ولا عن الطوب ولا عن اللباس عن الايد لحد ما تلاق بقى، او تمشي في اللجنة الإسلامية تطلب تلاق هي بنفسها في موسم رمضان. يعني شيء غريب وعجيب يعني. غريب وعجيب. شهر رمضان شهر الخير والبركة ما أول قلناه، قلنا تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. من المفروض تفتح يا مصطفى، أنا وإن كان ضيف في الشات كله إن أنت تفتح أبواب الزواج ما نعرف، تفتح أبواب الطلاق ده. والله ده شيء غريب غريب وعجيب جدا. وتقول مرة أنا مديدة، مرة أنا مديدة، وفين تي مرة أنا يعني أسيدة ده وينو مرة أسيدة ده ما في. الله يعني يقولوا يزوجوها في شابان وبتلقوها بعد رمضان. ده هذا زي زواج المتعة وزواج المسيار زي لا إله إلا الله. أيها المرأة الرجل اللي يتزوج مرأة المديدة ورجل اللي يتلق مرأة المديدة اتق الله، أخف لله أخف لربك، لأن شهر هذا شهر المبارك زواج دارين نثبتوه يكون الناس البنات والنسبان ما متزوجات الله يرزقهم نشيل هنا دعاء. وانت تجي تقول لي هنا في مرة مديدة يعني 30 شهر، هذه متعة حرام أصلا. نية إذا كان يعني في الإسلام زواج المتعة حرام إلا ما قيل، لكن هنا نفتي بحرمتي. وبذلك نقول لهم اسمعوا، من يتزوج يتزوج لله. معناه ايش؟ حياة متعة. وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته، آيات أنا الله ده أنا خلق لكم من أزواجكم، أزواج خلق لنا، وآية من آيات الله وسنن من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك نقول ناس ليتزوج من أجل هذا، نقول لهم ما في كلام ده في الشريعة، اتقوا ربكم. نوري للمرأة ونوري للرجال ونوري لولي المرأة وكذلك ولي الرجل، اتقوا ربكم. ما في حاجة اسمه أنا أتزوج في شهر رمضان وبعد رمضان نتلق، ده كلام فاضي، كلام ما له أي أصل لا من قريب ولا من بعيد. أولا نصيحتي، ثم ثانيا أنا نقول لهم للناس اللي يفرتقوا في رمضان ده. تفرتق في رمضان الله أمره جمعي. أنت تفرتق في رمضان من أجل مادة، شو أول كلام إذا تذكر شيء كله إيكونومين يقول لك اقتصاد من أجل المادة، من أجل المال الخفيف، شغل الشوية اللي بس تجي تفرتق بيت أنا بيت. المرأة تقول ما سويت لنا في الأول، في البداية كلمته يعني مرأة تقول لنا ما سويت له، النصبان برضو يجي يندسوا في المجال ده، الياقد برضو يجي يندسوا في المركان ده. دهك الله منعانا جميعا شهر هذا شهر البركة، لأننا ندعو الله عز وجل أن يسهل الأمور. ما نعرفه ما نجي نعقد التراك نكسر، لو حتى لو مشيت محكمة ولا لو مشيت اللجنة الإسلامية تلقوا مرة تطلب التراك ماله ما لقيت فنغسه ده بس ما لقيت مديد أدل، ما لقيت الأفاي، ما لقيت الأفاي، ما لقيت التوب، ما لقيت التوب، وخلاص تنتهي. وخلاص تنتهي. هي من أول الأنتين في البداية كله ما في الحساب ولا في سما في ده في الحساب ما في إلا أنا رمضان ده. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وبذلك نحن لما نيجي نقول لك يا بنت الناس يا أختي يا خالتي يا أمي يا عمتي، نقول لك الله
الله عز وجل كلفنا كان السلف صحابة تعرف صحابة الرجال الرجل عنده ثوب واحد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج ويذهب إلى البيت يأتي صو المرأة تسلي قال من دينا كم لفايات كثير كم كابتنيات كثير كم تاقية كثير كم نعال كل شيء عندنا مئات مع ذلك نقول نبقى جديد الرجل يقول نبقى جديد العيال الصغار يقول جديد في العيد جديد نعرفه لكن على قدر الحاجة أنا لو قدر نسوي السواد ده يقول له الرجل ده ولدنا ولدي صغير ده يقول واحد يقول له لا يدور جزمر انت ولد لسما مرك من اي شيء تدوره جزمر بس جزمر او ما فينا او ما فينا خلاص زعلان كنتر جزمر كنتر جزمر او كمان زمزم زمزم والله ما ده ما نعرفه من انت جبت لي ايوه او كمان XL XL والله أيوة. اول مره نسمع اهتي الشغل ده كله علينا اسمه كله ما نعرفه انت هسه جبت لنا انت سنه لنا كله عجب ها وفبذلك هنا ليه لو داخل أجدادنا القديم لو سهيت قم قم ده يعرفوا اسمنا جسنا ما بعرف ما بعرف من أجدادنا سام يوم أول هتوني مين ده لو قلنا جو أجوزة كده قلنا يا خالتي قومي 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 ده يعرفوا هم ما عاشوا ولا ماتوا عاشوا وأكلوا وشربوا كل شيء سووه ماشوا نحن برضو عيدا نحن إخواني وأخواتي نقول نحن الله أعطانا كل شيء على قدر حاجته كل واحد إنه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض يعني الله قال ما يأتي كل واحد شغل الرزق ده لا لحكمة الله به عليم لو قال كلنا أغنياء يأتي يخدم لأخدم لو كلنا حكام يأتي يتابع ليتابع لو كلنا أثرياء ياتوي تابي لا لا حكمة أنا الله ده اقتضت ما تشوف فلانة عند فلانة عند ده كلام ده فلانة ده شيلوه من رأسكم الله أتانا كل شيء قدره زي ما أصابي أول عبرت لك كل شيء بقدره يمشي كل شيء على حسب أحواله يمشي نحن في رمضان ده ما نجي لو جات بنتك أختي في الله أو أمتي أو خالتي لو جات بنتي من أجل الأكل والطعام والشراب قبل إلى بيتي هذه نصيحتي لك نسبان ده بس خاصة أنا نخطو مالا قل لانينا ده من سيجار ده جمينا ما عندينا بدا نبلوك تعرفوا ما نعرفو كارو سمينا أمس أنا شايب ده تشوفني ده وقت صغير ده شغل اسمه كارو ما بي ها وأعلى شيء عندنا من المركبة ما نعرفو سيارة عندنا جمل حمار ها أو حصان ده سي الله أسا بدل لنا أعلى سيارة من الدنيا كله يركبه يعني بيوت ركبنا فوقها بيوتنا بنينا إتاج جلسنا فوقها كارو جانا كل شيء قبله لو ورانا رجعنا 50-60 سنة ده أشياء ده إلا منا من يعرفه قليل الآن بيجي كل شيء ده فضل ده الله أنت أحمد ربك أحمد جميعا الله نعم نحن قايدين ده ترى النعمة تستقر تفر بالشكر وتفر بالكفر انتبهوا كلام نشير لئن شكرتم لازيدنكم الله قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله ترى لو كفرنا كفر النعمة الله يأخذ مننا الأمن والاستقرار قاعد ده كله يودر ده أشكره قال إنك شوف زمن الناس يدوروا كتاب واحد يمشي يطالبوا مسافة شهر يمشوا الآن شوفوا أنين جالسين وسط آلاف من الكتب ده نعمة ولا ما نعمة أكبر نعمة أكبر نعمة نشكر الله عز وجل لأخواتي نقول من أجل طعام أو الشراب أو اللفاي أو الكسوة أو الرو أي شيء ما تفارقوا بيتكم الله ياتي بكم من حيث لا تدري طيب اوكي سؤال الاخير بعدين نلقى الشيخ غني النسبان اكثر شيء يعني هم بيسبب مشاكل هنا تلفين انا بيت هنا في نيتا يقول شنو تنادي لبيتا يا بيتي نام شنو انت يا تو سنه ده راجل كده ولا اول جاي بيجيب لنا شيء في بداية رمضان ونهاية رمضان كله بيجيب لنا ملابس لكن سنة ده كي كان يشوف هذا يا هسا كي داكو بدينا من رمضان كي ماشي كم يقول شيء ماشي بنا وإذا أمباك رام بكرة كل شيء ماشي بنا والله يا يعني أنا كل ترى ما نعرف خلاص قومي تالي بيت البناء كمان تقوم خلاص لا تمشي بيت شيلة هلاك اثنين ثلاثة ترى ما تتجي هلا وايد شيلة هلاك اثنين ثلاثة تجي هلاك اثنين ثلاثة تمشي بيتا بيتنا إيه أنا تقول أنا أبو كمان قايد ما عنده كلمة زين كلام أبو يجي شوف هذا هاي فلانة شنو يا هسا مغرب قال لنا أيجي ده أفس بس هذا هو كمان يقول إنك بنيت بارنا
المغرب او بعد صلاه العشاء او بعد صلاه العصر تجيب البيت. صباح يقوم ابو مش عمل اعترف بيته نام في بيت. الراجل بيناري انت فلاني ما تجوا ما لسانا نغشيا امك مرداني ما مرداني ها عندك قدر في البيت ما عندنا قدر في البيت ها عندك ضيوف في البيت ما عندنا ضيوف في البيت وما لكي اه ساكت بس ساكت بس انا ساكت بس شنو ده كلام خلاص الرجل كمان شنو بيدور في مخك شنو سبب بيدور سبب لكن سبب ده ما 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 بلغو لا دي مراجل بعيد في بيته هو يده ما يعلم وده شوي حاصل كتير في الجمال والزواج ذاته بيجي الزواج انا فايده كان بي كان يلقوا منك مصلحه البيت ده هفضل ما يلقوا منك المصلحه انتنا بيتنا لكن بطريقه فنيه ما بطريقه وادي كده ان انت ما عندك شيء ان بيتنا ما كان انتقد ما في بطريقه فنيه تفضل اخر نعم سؤال. الحمد لله اخر سؤال ده سؤال ده مرتبط بالنسبانة ايوه مرتبط بالنسبانة نسبان ده اي ما يسموه كلام ترى على الحق اه ما تخب يسمو كلام الله قال الرسول قال يسمو يسمو خلي يسمو خلاص ما دام انت كل ما تخب ولا نخب يا نسبان جينا رمضان قال له مصطفى السائل يقول يا بنتي وينك اجي تعالي البيت ما لا تعالي كم يوم رجلك شنو ايام ده سنة الماضية انتانا قبل سنتين انتانا سنة لك ما انا كل ما قال يشفنا انت امك ما يعرفوها الله اخوانك ما خلاص بنتي تقوم تجي اول ده اللي قبل هاي نمشي زياره فتره ايوه ابينا امي نادتني نمشي البيت تجي كمان فتره كمان ماشي السوق ماشي السوق الماشي بيرو ماشي بيرو الماشي ترافاي ترافاي انا الماشي سوق سوق الله سوق الله سوق كبير سوق كبير تجي في الليل تلقى بيت ما في مدام اي ما لا انا مشيت لامي وما جيت ما لا قال انا رجعت هنا ما لا مالك شنو في مبكر بس نزلنا تقول هي سنة كمان تانا سنة الماضية سنة فاتت كان أنتانك سنة فات كله أنتانك هسه ولا تعرفي أنت ذاتها أنت ما أنت مرة قوية قاعدة في البيت ما تقول لي أنت الناس كلهم شوفوا فلانة نسبوا جابك كده أنتو كده جابوك كده تجي ترتب الأشياء كله ترصها والبنت زعلانة تزعل دي سبب الأم يعني ما نقرب له اسم ده بس لكن الأم والرجل يقول له للعيال لو عنده أطفال صغار ولا أمكم أم بكر أم بكر تجي أم بكرة تجي كده إلى عيد رمضان أنت بناتك تدوري ولا ما تدوري لنسيبين يقول أنت بناتك تدوري سي انت قاعده في بيتك وتتلف بيت انا بنتك سيوا ما سي انت تدوري تقولي في بيتك وتخربي بيت انا بنتك هذا غلط نقول لهم شنو يا اخوانا وتلك الايام نداولها بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن مرأة كده تقعد في بيتها وقرن الله قال وقرن في بيوتكم مرأة تجي بنيتها تنادي تتلي وتودي بيتها وتقول رجلك ما أنتانا دي ده ما مرأة كده سليمة خذي قاعدة المرأة المؤمنة الصادقة الطاهرة تقول مهما لو بنتي جات كل ترجع تقبل بيتها وامشي وقولي يوم عندنا ما يوم عندنا ما أنتانا اليوم حتى لو هي ما تاكل ترى ملابسها وشنو كل مرأة عفيفة طاهرة وزينة مؤمنة قانتة صارغة دي لو جات البنت في البيت أنا سيبها أقول له يلا قبيلة أنا بوديك ما أنتاني لا لا يوم اللي أنت ما أنتانا أمينة وأنت كلنا لقينا تقبل ده مرأة نسيبه ده نسيبه زي ده أفرح لو أنت كل نسيبه زي ده أفرح ده النصيب الصحيح أما كون تجي تطلع في البيت من أجل المادة من أجل القروس من أجل المصلحة من أجل يدور شيء بونيس حقا دي مرأة دي مرأة نصيبك لو كده ما سمع أنا نقول ما نعير لكن ده مرأة التي لا تشكر في الشريعة ده ما عندها شكر نهائي ما نشكرها ليه لأنها ما تعرف من هو ما في الدنيا شيء دائم الغنى
اليوم في أمباكر ما في، الصحة اليوم في أمباكر ما في، القوي اليوم قوي بكرة ضعيف، الدنيا بني بسمانة كما يقولون العلماء، يعني الفقر والغنى والحزن والسرور أدى كل شغل مبني الدنيا بسمانة أشياء. ونحن لما يكون نصيب أم الزوجة تنادي بنت تودي في البيت، والرجل ما عنده مسكين باترو ماشي سوق ولا ماشي ترافايا نوم على ما جيتي، قلت ده أسلوب عجيب فنة يمضي في البيت بطريقة فنية. فنية فنية. الرجل يقول أبوك مريض ولا أمك، لا 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 أنا نجيك أمي مرقت، أم كل عندهم خيار، أمي مرقت لما أمي تجي أنا نجيك. قالت مرقت ونجي، إخواني في البيت ما في، أنت عرجاني بعد شوية يجوا أنا نجي. قاعدين كل من غشنا فليس منا الكذب. سبحان الله المؤمن ما يكذب. ده كله قاعدين هنا. أولا لو لقيت نصيب سمن، يعني لقيت نصيب خلاص أنت انجمت في نيمانك، كما تقولون انت يعني النصيب. انا اقول لو مره فتانه ولا لو مره تسوي فتنه ما ترتاح نهائيا. كذلك اخواتها اذا كان اخوات كده يقول فلانه عندها في البيت، هو ذات هذه مريم وهذه زينب وهذه عائشه اسماءكم شيك وارزاقكم كل الله قسم شيك ورجلكم شيك، ما لا انت تجي تقارن بنتي فلان جابات رجل جاب لنا خروف وجاب لنا توم وابوك كل جاب له وانت رجلك ما جابه، سوا هم ما سوا. لابد ان نفكر. بعدين ما لا تقارن في المرأة الزينة دي، ما تقول لي بنيتي فلانة رجل انتانا فلانة ما انتانا، ده مرأة مؤمنة صالحة ما تقول وما تبين، ما تقارن بين ازواج بناتها ابدا. مرأة صالحة ما تسوي كده، بل إنما تكتم كل شيء. ما شاء الله جاء لقينا شيء، ما شاء الله ما لقينا كل رجل كسنة الماضية أنتانا سنة دلو ما جاب كل سنة جاي أنتينا، وبعدين واجب وا. ها وروني كده ما واجب. أنا ما نعرف وروني واجب. ما واجب. المرأة يعني يجي لو أتى من باب الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من باب الإحسان لو جابوا جزاء الله خير، لو ما جابوا برضو خلاص. الرجل ما تعرفه ظروف، أنا رجل ده أنت تعرفوه، كل رجل رابس كابتن جزنر تقول عنده ملايين، والله لا حكمة من الرجال ولابس وتلقى ممكن ريال ما عنده. أنا كلام ده ما عنده قاعد ترى مصطفى أنت ما تعرفوه، لكن الناس قاعدين ما عنده ولا ريال. ها فبذلك نحن نقول لهم سبحان اخواتنا في الله عز وجل، نقول لكم بنتي ما جاءت من اليوم تاريخ الدين من بنترو هذا اليوم ده من القباد اليوم طلعت من اجل الماده من اجل ما جابوا لي ده اليوم اخر يوم. نتفق؟ نتفق ان شاء الله. نتفق زي لو البنت بنتي لو جات في البيت نقول لها عن الرجل، ما نقول زي صاحن زي تاسة كده. بعض الرجال يجوا بنيتك وجاء من بيت تعرف متزوجة، لو جاء انت جد من بيرو تقول لي ما لا انت قاعد هنا يلا الشفير ده وينو ولا نوديك ولا تقول ما رجيت اليوم جاء، وتقول ما عندك خبر. الرجال قوامون على النساء. فين قوامها عن الرجل؟ لا اصلا يقول انك كلام كلام ده اصلا ذات على الرجل زي ده نوردي تاسع تاسع تعرف تاسع العلم ده تاسع العلم ده الرجال اسمه بعدهم انا نسميه رجال تاسع تاسع مو تاسع تاسع العلم تاسع العلم العلم انا شراب لو سبوا العلم قاعد وشالوا شالوا شالوا العلم ما في ودوه هناك. كيف تقول له فين ما لجيت؟ انا جيت كده صبت صبت يلا قوم امشي ما عندك شيء، عندك تلي الرجل الرجل الكريم وشهي يطلي انت انا كلام دوها انا مصاريف يا بنتي بنتي امشي بيتك. ام بقى يومين كتشوفي في البيت قاعد وتقول ما لما مشيت انت الرجال صحيح تتصل يا محمد ما لما اليوم جارك فلانه كده فاطمه قال جالسه في البيت ما لا ما نعرف كده امس قال تج يلا قوم انا صحنت قوم امشي. ده الرجل ترى مو الرجل اللي يشوفه بس أم فلانة قالت تقولي ما نعرف جسمها شوية تاجة بطنها شوية ما أدري من أمس كده حاسة بحرارة بالي ولا ما نعرفه بالي ده رجل يعالج ولا أنت تعالج أنت بس الناس اللي جميلة كلكم نكلمهم بالي ده رجل ده مسؤول ولا أنتوا ولا الرجل المسؤول ما تكلموا بقى الرجل المسؤول قبل البنين لو جات من بيتها الرجل أنت إذن جاء كله قولوا يلا ارجع إلى بيتك
الرجل ده دائما يسالف هنايا ده ماله ولدي القوامه ده ترى ما انت ما تعرف شيء بس بيروح وجاي وماشي كبير سوغله وماشي جاي ده ما ترى رجال انت تفتش بيتك انت الراعي الله حملك مسؤوليه ما بس تقعد بس ما تعرف الا ناكلهم نشربهم لا 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 ما اكل وشرب ترى كل شيء تفتش بنتي ده ما رجعت واجلس شويه شوف فكر ماله عالج المشكله شكرا جزيلا شيخ قول شيء شنو اخر كلمه او عنوان تليفونك اخر كلمه رمضان ده شهر مبارك النبي قال مبارك كلمه نقول لكم ده ما شهرنا هم والحزن والغضب وسيء الاخلاق شيء الوحيد نوريكم ده خاصه الرساله ده للرجال خاصه انتم الرجال وخاصه الناس الاعلاميين عصر عصر تمشوا في الشارع تلقى متارك يا نادم ضربك تقول اني صايم نادم لما سكت تقول اني صايم قال لك اميان قل له انا ما اميان اني صايم لو قلت انت اميان وهو قال لك انت اميان وقلت انت انا اميان ده بقيت اميان لو دوست ترى بقيت اميان سي كلام قل له انا ما اميان اني صايم لو شتمك وراك كلام فزر اني صايم لو قال لك انت عميان قل اني مرؤون صايم لو قال ما تشيبها قل اني مرؤون صايم هذا النبي ترى وصاني هكذا شاتمه او غلبه نادم كلام فصل ورا كله في شهر رمضان نقول شنو اني صايم انت مجنون وا اني صايم شهر ده نقوى اني صايم انت بس رجل وا اني صايم انت بس تايرني اني صايم ما انت من اول جاي وراي ده تدور مني شنو اني صايم ما قلت لك ما تشوفها ولا تجي تضرب متانا ولا وتر انا وتر ده انا ابوك اني صايم ها انت دائما والله انت عشمان اني صايم كل شيء شهر ده ديميل بين تروى نكمل باني صايم اني صايم وموضوع انت اني صايم ونمره تليفون نمره تليفون تليفون انا ده 9 1 9 9 9 0 5 كلام جميل تاني نكرر كرر 9 9 9 9 19 19 9 9 9 0 5 ارتل كمان اي ارتل كله كمان 6 6 6 6 30 30 40 40 88 88 دما خلبطة بعرب وفرنسي جبس ندورة تيجي جبس دورة جبس ندورة شكرا جزيلا جزاكم الله خير أعزائي المشاهدين ومستمعين في برنامج رمضانيات مع الأخ أبونيشو وكل السؤال الثلاثة وضح لنا ونشكركم على حسن المتابعة ونشكر كمان لكل الإخوان في المونتاج هناك وفي الكاميرا وفي المراقبة العامة وفي الكلايس نشكركم كثير على حسن المتابعة وزي ما تعرفوا الأخ أبونيشو أي زول عنده استفسار في رمضان أو استفسار في بعد رمضان أو قبل رمضان يمكن أن يتصل بالنمرة 9019 وخاصة كمان 9905 أو كمان لرقم إيرتل هناك خاصة كمان 60 6 30 40 82 8 أو نقول 99 99 05 أو كمان 66 30 42 تقدر تصلوا في أي وقت تقدر تلقوا ويقدر يدوكم يعني شنو التفسيرات في رمضان أو بعد رمضان ونشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم.